السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من قناتي ليناز كيتشن. ان شاء الله اليوم غادي يكون فيديو مختلف. غادي نتحضروا معايا من الصباح حتى العشيه ان شاء الله. بقوا معايا. كيف كتشوفوا عاد فقنا وجدنا الفطور. هذا الملفي ديجا حضرته معاكم، وحريشات البنات وحليوه كنا موجدينها. ماما نعسي بنيتي، نعسي ماما. واتاي وفرماج والخبز اللي ما كنستغناوش عليه حنا المغاربه. كيف كتشوفوا غادي تبقاو معايا ان شاء الله فيديو كامل او نهار كامل عفوا. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ان شاء الله حنا غادي نفطروا وغادي نتنوضوا معايا الكوزينه نشوفوا الاجواء في الكوزينه كيف دايره. من بعد ما فطرنا البنات وجمعنا الصالون حطيت كل شيء في الكوزينة. كيف كتشوفوا هي مقلوبة حالتها. ان شاء الله غادي تبقوا معايا، غادي نقادها ونجمعها ونغسل الماعن وغادي نكمل معكم الفيديو. وبغيتكم تقولوا لي شنو اللي خاصني نزيد وشنو اللي خاصني نقص في الكوزينة ديالي. هادي لينا حتى هي كتلعب في الكوزينه ديالها كطيب لينا حتى هي الغدا. صراحه مسكينه توحشات كوزينتها واللعاب ديالها، راه كتلعب بهم دابا. من بعد ما قديت الكوزينه ديالي جمعتها وطرفتها وقديتها. كنتمنى انها تعجبكم وكنتمنى انكم تقولوا لي شنو اللي خاصني، مثلا شنو اللي زايد خاصني نحيدو، شنو اللي ما كاينش عندي خاصني نزيدو، شنو اللي خاصني نحيد من مثلا شي بلاصه ماشي هي ديك، شنو اللي محطوط في شي بلاصه ماشي بلاصتو. يعني كنتمنىكم تطرقوا معايا هاد النقطه هادي. واخا عارفه مازال خاصه بزاف بزاف ديال الحوايج، ولكن الراي ديالكم كيهمني. نتمنى انكم تخليوا لي لي كومونتير ديالكم باش نزيد مازال نشوف شنو اللي ناقصها وشنو اللي خاصني نحيدو. ودابا ان شاء الله عدوستي غادي تحضر معكم السفره المدفونه، يعني غير لقطات، ما غاديش نطول عليكم الفيديو. كيف كتشوفوا خدات السفه دهنتها بالزيت، من بعد غادي تحطها في الكسكاس باش تفور ولا باش تطيب، كاين ما غاديش يعرف شنو هي تفور. مهم من بعد ما طلعت لها الفوره الاولى كيف كتحطها من البرمه، يعني من فوق البرمه كتكب عليها الماء بارد، يعني بارد من الروبيني باش غادي تغسلها صافي. ومن بعد غادي تعاود ترجعها الكسكاس وتعاود تخليها تطيب، وغادي تعاودها ثلاثه المرات. والمره الاخرى كتزيد فيها الزبده وشويه ديال الملحه وشويه ديال السكر كلاصي اولا السكر سنيده. وفي هاد الاثناء راه طيبت الدجاج وحطيته صافي. ومن بعد ان شاء الله غادي تحطه في الطبسيل. ما بغيتش البنات ندير معكم هاد لي زيتاب كاملين باش ما نطولش عليكم الفيديو. ان شاء الله مره اخرى ونحط لكم الفيديو كامل ديال السفره المدفونه، كتجي زوينه. وصافي غادي نتغداو ونرتاح واحد شويه ونوض نقاد واحد بلاكار. من بعد ما ساليت الروينه ديال بيت النعاس واحد البلاكار حتى هو قديتو وقديت له الحوايج ديالو، دابا كنوجد الكريب باش غادي نديرو الكوتي. الكريب البنات ديجا حاطه لكم الوصفه ديالو في لاشين، غادي نحط لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون الا بغيتوه. وهكا كنكون وجدت الكريب ديالي. انا صراحه كيعجبني نقادو صغيور كيجي زوين. هذا واحد الكريب صايبته لينا على شكل ميكي ماوس كيعجبها صافي. وقهيوه وحليب و
وصافي وحليوات كيف ما العاده. هكا كان الفيديو ديالي، كنتمنى انه ينال اعجاب ديالكم، وان شاء الله مره اخرى غادي نزيد نحط لكم فيديوهات اخرين. دونك البنات، هذا الفيديو هذا في الدار ديالي، يعني ماشي في الدار اللي كاريه. كنقول لكم ملي كنحط لكم الفيديوهات الاولين كنقول لكم راه ماشي داري، على حساب شي بنات كيقول لي ما تبقيش تصور هنا وما تصوريش هنا. كنقول لكم لا، راه ماشي الكوزينه ديالي، هذا الفيديو ديال اليوم هو الكوزينه ديالي الحقيقيه. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ان شاء الله. وما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم وبالجيمات ديالكم اولا بلي لايك ديالكم. وما تنساوش الناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه، مرحبا بكم. غادي نتلقاو واحد الزر بالاحمر على يدكم اليمين، غادي نتبركوا عليه وتدوسوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو ماجي مع موضوع جديد ولا مع وصفه جديده ولا مع روتين جديد. نخليكم مع السلامه.